Welcome to a new video. So in the previous video I was timed for 24 hours بس بهالفيديو بالعكس مش رح في طلب الوقت for 24 hours يعني صراحة it's gonna be really confusing really frustrating I'm sure about that صراحة يعني فهلا I'm gonna go to bed الساعة 10 بس من هلا وطالع ما في وقت طلب الوقت هلا بتشوفوا شو عملت بالسال تبعي كمان ما طلب الوقت حتى هون فلاس go sleep و I'll see you in the morning Good morning فأنا هلأ وعيت لأن أكيد ما عيرت ألارم ولا شي لأنه ما في طعم الوقت بس قلت لها my brother تيوعيني لأنه ما في ظل النايم هلا مدري الساعة اليوم بس صراحة كان كتير مزعج أنه أنا أول ما أوعى أنه عندي reflect اطلع قد الساعة أنا بحس كأنه هيك يعني بس I wasn't able to do it so it's really frustrating أنه ما أقدر أعرف قد الساعة so رح نتخطى and we're gonna get ready ف let's do this So for the outfit رحلت ماشي كتير comfortable هيدا البلاك توب وهول اليالو باستيل بانتس صراحة I'm comfy صراحة هالمرة ضايقتني الساعة تنقل outfit مش مثل in my previous video كنت كده الدنيا عم بتطلع بالوقت وشو على فكرة إذا بعد ما حضرتو make sure to go watch it I'm gonna link it somewhere over here or here anyway let's do the makeup فصراحة يعني أخذت وقت على الآخر بفتكر it took me like one hour to finish my makeup يعني صراحة إذا بتعطوني one hour أو بتعطوني 10 دقايق بعمل the same makeup look بس ما باخد كل الوقت anyway فهاي رح أروح حضر الترويقة ومفكر أعمل شي healthy today فخلصت أكل بس صراحة it's really frustrating كل ما أتصل إلى ما في اطلاع بالوقت يعني عبركم من هلا أعدوا كم مرة رح أقول frustrating بهالفيديو anyway I guess هلا الصوب الساعة 12 يمكن I guess لأنه في كتير شمس برا يعني so probably so عم فكر روح على المول go shopping go do some stuff وخلي هيك الوقت يمرق يعني بلا ما كتير حس فهلا وقفت الشوبينج وقررت انه لازم اكل لانه I feel like it like my stomach is telling me to eat ما بعرف قد الساعة صراحة ما بعرف اذا وقفت لغدا او لا بس I don't really care Alright, فخلصنا أكل وكل شيء يعني هلا عم بتمشى و I'm doing more shopping بس إنه أكيد I'm gonna head back home ما بعرف خمسة كان بس ما بعرف قد وقت أصلا إني هون يعني عندي ما بعرف قد وقت and that's عن جد كتير فطري Alright, so I'm back home finally ومن وقت ما جيت ناطرة السانسيت لأنه بعرف إن السانسيت على 8 لربع تقريبا So literally when the sun will set I'm gonna go start my night يعني لأنه غير هيك ما حعرف يعني بحس هلا إيش الساعة 7 وشي يعني أكيد يعني صراحة عن جد this experience is really frustrating, confusing, stressful عن جد in so many levels يعني بس إنه at least it's interesting so we're gonna give it that Anyway, so let's wait for the sunset I guess ما شفتوا literally خلص النهار alright فهلا صار وقت شيل كل الميك اب ارتاح and chill for the night I'm so excited because it was a really long day for me so let's go
Alright, so as you can see, خلصت على الأد. It looks way more aesthetic than in the previous video. يعني عندي إذا بعد ما حضرتوا my previous video, make sure to go watch it لأنه نتلي بيكملوا بعض يعني. فأنا هلا هاخد وقتي, رح أكل, رح أحضر Netflix, the usual stuff يعني. بس قبل ما أبلش أكل, I just wanna reflect شو على هذا challenge. It was not negative, but not that positive. يعني it was really frustrating. بفتكر هذا الكلمة سمعتوها منيح. It was stressful, it was draining. يعني نتلي حسيت حالي physically تعبانة. For some reason, and كل تاسك ما بعرف قد ايه وقت عم اقضي عليها, ما بعرف قد ايه صارت الساعة, ما بعرف اي متى بدي اعمل هيك, ما بعرف شيء. بس انا من مرة تانية كمان it was interesting عن جد, يعني to live a day without like caring قد الساعة وقد الوقت وما بعرف شو. Anyway, فرح وقف احكي ورح بلش اكل لانه I'm really hungry. Alright, so that was it for this video. إذا حبيتوا, make sure to subscribe to my channel as it means a lot to me. So yeah, and I'll see you in this video next. Bye!